السلام عليكم، صباح الخير صباح النور. كي صبحتوا؟ صباح السكات، كل شيء باقي ناعس؟ يلاه 6:30، بيت 6:30 شي حاجه. نوت بس ليا صلاه الفجر وجبتوني خارجه على ان شاء الله يا ربي اليوم على قايل برا مع البنات، على واحد الخريجه غنخرجوا هكذا بنات مع بعض ان شاء الله يا ربي. وماشي شويه بعد على داكشي نضنا في هاد الساعه هادي، ضنا على النبوري وماشا معطره مصبط. دابا ان شاء الله غنشرح لكم في المشا داكشي. شوفوا عندي هاد القفيفه عامره بالسخيره، كنظن بانك تتخيلوا ليش هاد القفيفه هذيك. ساعه كنوريكم ان شاء الله شنو ديت شنو شفتيوا برا. بنات شوفوا صباح الحد، الدنيا خاويه، ما كاين حتى شي واحد بحال تد الزنقه، هرب على خوف. بنات شوفوا كيفاش بات الطنوبير. اول حاجه عرمكيها، اوف على برد. انا ما بقيتش عقله اكون برد هذا الصباح، شحال لي ما نوضت هاد الساعه. بسم الله، هذاك راه مكتلي، خفت تفوت عندك برد. شوفوا شنو جبت معايا، جبت معايا الرضومه الماء سخونه ماشي طايبين، على حسب داك النوض طايبين يعني يقدروا يهرسوا لي الدجاج سخونه، ما تحاولوش نحيد بهم بروده هكذا، تعرفي نحيد بهم على داك ايبي. نشوف انا الطريق، دابا حدي في الطنوبر قلت نجلس ونشوف حالكم شويه شنو واقع في ماشي على الصباح. المهم اول حاجه جبرت نجلس مع صاحبتي كاوتر كنستناها تهبط، وقلت نجي مع بعضنا شويه. وانا بالنسبه ديالي في ماشي ان شاء الله يا ربي، كان على قلبي مش حدا نعمل شي خرجه هكذا مع البنات اللي نقات مع بعضها. وانا كما كتشوفوا كنعملوا النوبه، مره هو مثلا كيخرج مع صحابه وكنبقى مع العيان، مره عاوتاني. وانا صراحه اول مره غادي نخرج مع صحابات نقيل برا بحال شي عشاء وداك الشيء، صراحه بيتها مشيت ولا شي فطور. ولكن بالنسبه هكذا نقي نهار كامل برا، اول مره غادي تبقى مع باباها نهار كامل. كتبقى كنخرج هيدا وكتبقى لي ماما نورمالمونتي، وانا كنتمنى ربي توزن الحوار مزيان لا ان شاء الله تكون مزيانه. طبعا قلبي كيبقى معاها، ولكن صراحه بلاصه في ماشي ليله ما نقدرش ندير معايا على حساب غير تعذب مسكينه وبرد وباقا ستيتوا. صراحه ملي كنبعد شويه يعني دادت معايا لي اختي نطالب ندي يمشي معايا باباها، نتوما عارفين باش كنتعاونوا عليها على حساب بغيتو ما نقدرش. واليوم ان شاء الله غادي نمشي مع بنات اندورا ان شاء الله باذن الله. هذاك الشيء خرجنا بكري على حساب اندورا بعيده علينا واحد جوج سوايع ونص تقريبا في الطريق، يعني عانا الطريقه. هذاك الشيء قلنا عرفتو نخرجوا بكري باش نابروفيت هذا الوقت، وعلاش ديت معايا ديك القفيفه علاش بغينا نوجدو فطور في الطريق. نتوما غادي تشوفوا ان شاء الله غادي يكون واحد الاجواء هكذا مزيونين ان شاء الله يا ربي مع بنات. صراحه كنا نمشيو خمسه بينا، ولكن واحد صاحبتنا ما قدرتش صراحه كتمشى في اخر ساعه خرج لواحد الظروف، ما عندكمش صراحه بلا بها، ولكن واخا ماشي مشكل ان شاء الله نعوضوها في نهار اخر. صباح الخير. صباح النور. صبحنا على الصباح مقيدة زعما، ما عرفت معاك الزناشي. سبحان الله، لا دابا باقا تعس. راه اصلا ماشي داك النهار اللي كنعس بزاف اكاوتا. كنعس بزاف، المهم ملي ولات لي لاين انا واقيلا نعست لي كامل واحد الساعة. بالنا مع الخروج والواحد عملت الارما، هذا ما بغاش يتقاد لي. لا ما عوض. عملت الارما كنقول غيديني النعاس غيفوتني غيمشي بلا بيا دابا بلا بيا خليهم لا غنمشي معاهم عرفت. جبرت صويا جينان واحد باستري اللي هنا في ولاد على حساب طلبنا من عندهم نص فطور، وانا طول عندهم مالح رقيقة في داك الشيء، وانا جبت معايا داك الشيء اخا انتم عارفين ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله بواحد الاجواء ان شاء الله يكونوا غزال. ان شاء الله احنا البارح عملنا سكاوتات بديدو ودابا على تعيطوا ماشي خرجوا هنا على سباق مجدودين. شوفوا بحال باقي مجدود بحال باقي مثلا داك من الداخل كيكونوا كيجدوا فطورات وداك الشيء، المهم راه غايف داك الشيء كامل كامل داك الشيء طري وغنمشي نجيبوه. استوى ديالنا ما جاب الطريق خيرة ديالنا. او يا اختي ما تقوليش انا ناكل دابا، انا بدي واقيلا ناكل عرفتي. نتلاقاو مع ليلى ومانا، نقول لهم ما يسمحوا لنا ما قدرناش نصبروا على قلع مجدود. عطاني مسكين هادو، عطاني هادشي من عندو. مسكين كيبين كيسيستو هذا بغرير، وهذا عطاني كروسانيس عاد ما عرفتهم. ودابا تلاقينا مع بنات، تلاقينا مع هاي مانار. صباح الخير. صباح الخير. كيفاش شفت البرد وانا مسلجة؟ مانار هي السواقة ديالنا. ايه مانار تينا كوندكتورة ديالنا دائما وابدا. الرحمن الرحيم، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وانا الى
غالبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوعنا بعده. اللهم أنت صاحب في السفر وفي الخليفة وفي الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثة السفر وكبائر المنظر وسوء المنقلبون في المال والأهل. الله, الله يوصلنا على خير. بسم الله ما قدرناش نصبروا حتى نوصلوا. انا في بسم الله. لا والله حتى خصني لا خصني لا لا اختي لا 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 فهمت الغلط ما قلتيها هكذا. بسم الله توكلنا على الله سيان قيسو. فيش نسمة كافي. أنا الوحيدة اللي مش مبلية كلشي مبلي. عمي بلي أختا أنا وحدة ما كنشربش القهوة. أنا عمري حملت القهوة. ودابا خدمة ياك يوميا خدمة خدمة خدمة. أنا عملت ريكورد سيمانة كنت كنشرب كريس كافي سردية. سيمانة ما شربتش القهوة دي ما كملت سيمانة. بغيتو ما يعزز بغيتو ما يعزز بغا نحسن نتمرق فرقة سنحل صافي داكشي اللي كاينة صحتكم. أنا كتحمق نسمة القهوة. أنا عيشت معاك أنا نشم أنا نشم أنت نشرب. عملنا اول وقفه في واحد في الطريق ديالنا بحال هكا. نخلي لكم بلاصه هنايا كاين واحد المايره نديرو هنايا باش نوريه لكم باش نعدلو الفطور. غادي نعدلو الفطور هنايا مع بعضياتنا. جبنا بويطه ديالها نوريكم شنو جبنا. شوفوا شنو عندنا بويطه. اتاي اتاي نو بولي فال ضروري فطور مغربي بلا اتاي ماشي بلا. شوفوا هذا جبتهم هنا واحد القفه معمره بعيد لا مره لا عند الرز. شوفوا هذا شحال مزيونين حاجه واك مزيونين يا ليلى ما شاء الله ما شاء الله. خالت سمرة اللي عملتنا كيكة مسكينة. خالتو فاطمة قلت خالتو مرة ماما هاد مرة مسكينة. خالتو مسكينة. شوف مالح فين يا كيكة ما جبتو هاسي الماء. بنات جيبوا في يديكم الماء كصدات كت. شوفوا شوفوا كوتار وري وري كيفاش كيفاش الفيديو. اوعدك خرجنا نربو من فمنا انا. جبت معايا انا اللويحات ديالي هذا ديال اللوح جبت براد جبت حسني هذا البلاستيك المهم داكشي ديال برا فهمتي يعني ما تستناوش شي تاول. اوه كيسان داتا جبت اربعه بيضه جبت بيضه الواحده باش مابقاوش تما كيتكركبوا لنا. جبت شويه ديال الزيت جبت فروت انا نعاود نسيولها. تبارك الله ما شاء الله مقيده. يلا الله 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 عرفتك شنو عملت معلى رسول الله الى جا الى جا سيدنا محمد. مرحبا بكم تفطروا معنا. يلا شعلوا بوطه. هذه خلاتنا اكرام مسكينه تخي ما تشعلناش. شعلات شعلات راه ما كيبان ليش. انا فطور بلا فروطه ماشي فطور بالنسبه لي. هذاك الشيء جبت معايا شويه مكنت شويه ديال الكليتشن كيدي فيها التريفيتات. عرفت البنات البرد اللي كاينه حاجه ماشي عاديه. شوفوا شوفوا الارض كاش بيضه السم السم ديال البرد. تما كاين واحد لاغوي شنو مسكن الثلج ما كيبانش. فقدتنا بوطه عندنا اخرى ولكن ما عرفتش نحلوها. الثلجين شي حد يجي يدور هادي نوقفوا شي طونوبيل. نسينا نجرب من تما. ويلا عندكم تهرسوا هاد العايله. ام بعد اخي وهذه هي الحقيقه. لا كوثر ما كتشربش اس جابت العصير ليله. شوفوا شوفوا قسمنا. شوفوا شوفوا بنات في غير ما صحتنا اللي رضى الله. المهم كنا بيطه ديالنا وجبنا الرغايب زعما مع بيطه بسبب الله. وقبل ما تكون
تشوفون هذا الفيديو بغيت نفكركم بابليكاسيون تاب تاب سند. تاب تاب سند هي احسن ابليكاسيون تسردوا بها فلوس من اوروبا للمغرب، وعاد الاستعمال ديالها ساهل بزاف 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 اكثر ما تقدروا تخيلوا. خصكم غير تهبطوا ابليكاسيون من التليفون ديالكم وتسردوا فلوس من داركم جالس في بلاصتكم بلا ما تخرجوا حتى من الدار. وحبابكم اللي في المغرب غادي توصلوا بالفلوس في كاش بلوس اللي كاينه معروفه في المغرب كامل، واللي كيستعمل لاول مره عنده واحد كود برومو اللي هو لاتي فاشون واحد باش يعطيوك 5 الاورو غراتيس اول مره غتسرد فيها الفلوس. ودابا من بعد ما قلت لكم هادشي كامل نفكركم بان خلي لكم لينك باش تهبطوا عندكم ابليكاسيون لتحت في صندوق الوصف، وكود الديسكونتو ديالي اللي هو هذا لاتي فاشون واحد. بنات السم دبرت شوفوا ليه عملت رجله اي نو ولي دنت كوثر شوفي دنت كوثر اوا دي السم مسكينه مانا دابا الفوق الاغلبيه غادي نعمل لكم اوديو بحال هكذا. اذا سمحتوا شويه الصدى على حسب ما شفت الطروب انا كنعمل لكم اديسيون ديال الفيديو. اجبرتونا الداخلين دايزين في الديوانه اللي وقفونا حنايا من بين الناس كاملين، جبرتونا معصبين وقفونا بوحديتنا. شوفوا الطروب كلشي كيدوز لحنايا وقفونا الشوهه انا ما ديناش ديالنا مرات عاود ديلو الدنيا يوقفونا انا لو شفت قبل لي بدوتي شوفوا شوفوا كلشي كيدوز من غير حنايا وها حنا يدخلنا اندورا. هذه هي اندورا. المهم الصراحه انا ما عمري كنت مشيت، هذه اول مره عكسب لي نمشي. تصدمت شويه على حساب تخيلت شي حاجه اخرى. المهم يلا كتدخلوا كما كتشوفوا موتوس اديفيتيوس. اديفيتيوس كاملين الكولور ديالهم غريس و شويه بلانكو وشويه كحل. المهم اديفيتيوس ما فيهم لا الوان لا والو وبالعاده جبوله. بالاول صراحه مصدومه، من بعد عادك غادي نمشيو لواحد غادي نمشيو هكذا في الطريق ديالنا واحد ميرادور عادك غادي نجبرو المنظر والطبيعه. وهذه هي الطبيعه اللي كنت كنهضر لكم عليها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. عرفتي واحد المنظر كتحس بواحد الراحه نفسيه ملي كتشوف هكذا الجبوله بالثلج والطبيعه غزال ما شاء الله. بنات سبقنا جينا لهنايا نتج واحد الميرادور بوينو سيكون خبي ياسر كيوصلنا، ولكن صراحه باقي ما وصلناش يمكن تنكملوا على جلانه مواطنه بحال اللي هنايا. المهم كنتمنى ربي يكون كاينه شي حاجه هيدا اكثر القدام ولا اكثر الفوق حيت غندخلوا راه فينا نتصوروا. المهم جينا نزبق الاول من التلج نتصوروا شويه هكذا تصريت بقى لنا ذكرى، بعد هكا غادي نعاودوا ان شاء الله السنتر د اندورا. شوفوا يا بنات جمعت الرش اللي عندي في الدار كامل هذا، واحد طرت الرش هكذا شي عملوا زعما نبرش نعدل به التصاور مزيونين من الانستغرام. غنعوضوا دابا نعوض الطربوش عتقلات بان حطونا برك قدامنا وسقسيناهم قلنا لهم زعما واش ميدادور باقي فوق، قال لنا واخا ما عرفتيش خبيتي جاب لنا هنايا بلات منين طلعوا عنه نخلي لكم الاسم ديال ميدادور. شوف البنات وهذا ميدادور هو كيبان الاسم ديالو ميدادور ديال الروك ديال كير بون. هو هيدا كيفاش عامل وكطالع بحال عقلكم على هاد الجبوله هادو كتوصلوا لهنايا ملي كتوصلوا كتباركي كاين باركين هنا غراتيس راه مكتخلصوا عليها والو. وجبتنا دابا غادي نطلعو نكملو على رجلنا. شفتو من الباركين كتبقاو طالعين هكذا على رجلاكم. واو شوفوا البنات على منظر ما شاء الله ما شاء الله على منظر واو جي هلي دوارتي الصراحة. شوفو كتبقاو طالعين حتى كتجبرو الجهة هادي شوفو كتدخلو من هنايا. البنات اكتيتو ماشي ساهل شوفو الغسلة خصكم دوزو من نص توصلو لهنا. شوف بنات التمره كامله باش نجيو لهنايا وعدي عليك نضحس مطر تقبلنا تاعنا صافي نتصوروا يلاه يلاه داكشي كيبان مشكل. بنات شوفوا المنظر مزيان ولكن مطر تقبلنا شوفوا 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 واخيرا وني باس لي لو فيديو فالي هذا هو المنظر مش لو كيكون عامر بالناس. واو بنات على السوق جبنا الحوايج، هادي دات شاكيت هادي وهادي الطربوش هادي وهادي وانا كنصورو كنعاود لهم نقول لهم بدلنا الحوايج هادي دات شاكيت هادي ودي دات بوفان هادي ودي دات الطربوش هادي. شكون شكون والله هادا تمشي بالحوايج وحده اخرى ندخل نسينا طلعنا هكذا شويه طلعنا نحل شويه سمعنا الصوت ديال الحلوف طلعنا هودنا. المهم طلعنا هكذا شويه الجهه ديال الثلج وبقينا. المهم انا التشاكيت هذه عندي مزيونه هذه مزيونه بقينا كنلبس مع بعضيتنا التشاكيت هذه ضام فوقي والطرابش كنبدلهم حتى هما.
دابا جبرتونا ماشي نقلب ولا شي بلاصه فين نتغداو، جبنا واحد الريستوران تبعد هنايا على بعيد على هنايا 25 دقيقه تقريبا. وهذا هو الريستوران اللي جينا نتغداو فيه اللي اسمه لا تارغاتيليا. الصراحه ما عجبنيش مره، من بعد ما نصحكمش فيه ابدا ابدا ما عجبنيش مره، يعني بلاط واحد ديال الرز كان 15 يورو. شوفوا دابا جبرتونا جينا للسنترو، كاين هنا واحد الباركين هذيك ديال تما كاليا، وهذا هنايا السنترو ديال هذه السنترو. غنهودو دابا وغادي نديكم معايا. اول ملاحظه، ما كنتش عارفه بان في اندرو كيخليهم يبيعوا السلاح. شوفوا جميع السلاح اللي خصكم. شوفوا هذا كسبرايس جابيس، شوفوا هذا اللي كيضربوا بهم الضو، شوفوا كيخلع. شوفوا اندرو العبيده هي هذه، كيجي هذا الشارع هذا اللي كيبدا من الفوقي باركين هنا على يدينا الشمال، وبقينا هوادين 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 طريق كامله. كتلقاو بزاف البرفوميريات خصوصا هذه معروفه بزاف دخلنا الى ضربنا فيها واحد الدوره هكذا. هذا السنتر كوميرسيال تاعو اسمه ايا، باش غادي ندخل نوريه لكم. بالنسبه ديال الازمنه ديال البرفوميرات صراحه ما صونات بحال هنايا. ومن بعد دخلنا السنتر كوميرسيال ديال ايا، كبير الصراحه ولكن ما فيهش الحوانت كامل، يعني مثلا زارا ما كاينش عيد كنقلب عليها مجبرتاشي جبرناها برا. ولكن لقيت هذا الحانوت اللي اول مره غادي نشوفه ديال عيال صغارين اسمه او او بي اس، اللي عجبني بزاف على سبب لقيت فيه الحاجات مزيونين واثمنه مناسبين بزاف، بحال مثلا هاد البيخامه هذا ما عرفتش ما عقلتش بالضبط الثمن، ولكن هكذا في 7 6 ديال الاولو، الاغلبيه 5 6 7 ديال الاولو، اثمنه مناسبين وكونفونتوس. وفي نفس الوقت عن حويجات اخرى اللي مثلا زايدين، مثلا تقدر تلقى واحد تشاليكيتو هكذا ب 30، ولا يعني عندهم الحياه صغيره والحياه الخاصه. ولكن اللي عجبني هي الحانوت شويه ديفيرنتي، عند الحوايج يعني مبدلين شويه على بريمارك يا بي اتشي ام، هذا اللي كنمشي له دائما هنايا. وبقينا هابطين في ديك الرمله، هابطين من حيت الزاحت. ملي كتهاودوا كتبرو في الطريق ديالكم هاد اندورا مكتوبه هكذا بالحروف الكبار اذا بغيتو تصوروا. واحد الحاجه لاحظتها اول مره غنشوفها هي السيمافور ديال البياتونيس كيكون حتى في الارض، اذا لاحظتوا شوفوا في الارض احمر على حساب السيمافور دابا احمر وشويه غادي يولي خضر. وهنايا كان خصني نوصل، قلت لهم ضروري خصني نمشي فين كاين هذاك المكان اللي دايبه ضروري خصني نمشي. وكذلك تصدمت شويه، لكن ما كتشوف ما كاينش شي ديكور شي منظر شي حاجه اللي يعني ما عرف جاتني شويه تريست. وهنايا خوست قبلت بوينت اللي كتصور فيه العالم كامل كتلقى واحد التريبودي فين تحطوا التليفون ديالكم، صراحه عجبتني بزاف الفكره وتما كتصورنا بنات حنا مع بعضياتنا. وهذا هو داك بوينت جبرتو غير وبرات هو حال حاله ما فيها لا منظر لا حتى شي حاجه. ومن بعد دخلنا هذا الحانوت هذا اللي اسمه اليكليغ، المهم انا دعقلت مزيان كان كاين حتى في فرنسا. المهم هذا الحانوت هذا كنصحكم بها تجبروه في الطريق ديالكم تما الطريق الهابطه، عندهم بلعات الحاجات وكلشي طمانيو اكس اكس ال اللي بغيتو اللي تمنيتو، مونطون دي شوكولات كيندر بوينو، كلشي يعني فروتو سيكوس طمانيو اكس اكس ال كلشي اي حاجه بغيتوها تلقاوها هنايا. والاثمنه طبعا مؤكده رخاص على اسبانيا، ماشي شي فرق كبير على حسب قبل ما كانش عندهم ايبا، دابا عندهم واحد المقدار قليل ولكن دابا عندهم ايبا حتى هما، ولكن كاين واحد الفرق ديال الثمن. وكتبر الحاجات اللي ما كاينش بزاف هنا في اسبانيا. ومن بعد بالي ولي فوق القشع قلت والو عندي ما نمشي نشوف القشيات. وطلعت هكذا دافيان صراحه كان عندهم حاجات مزيان ونشوفوا شحال مزيان هاد الطبيسلات حمقوني شنو ما قدرت نتسخر بزاف على حساب كنت مزروبه. شوفوا عندهم اير فراير، عندهم في واحد الجهه كريسا، من بعد عندهم حتى قشاوج العباول، وكان قشاوج العباول صراحه غاليين ما جبرت حتى شي حاجه هكذا رخيصه. وصافي تسخرنا دابا بغيتنا ماشي بحالنا نباركين صافي شبعنا عرفتي عيينا وخير اسبانو لنا عيوننا حمرو صافي مشى كلشي دابا كتبان عيط طنبر خصنا نعرفو خاصنا نوصل طنبر صافي عيينا الصراحة. ودابا شبرنا الطريق الحمد لله اللي جينا بكري، مشينا بحالنا بكري يعني مع ديك 6 ونص 6 و 45 صافي شبرنا الطريق ديالنا الحمد لله، نرجعو بحالنا الدويرة ديالنا شوية بكري. خاصني عندك وصلت للدار شوفوا عيني شحال حمر صراحه مهلو كان تهلكنا 14 ساعه وحنا برا عندك بعدا نتوما عارفين تبارك الله عملنا 3 سوايع في المشي 3 سوايع في المجي يعني 6 سوايع غد الطريق صراحه بزاف. المهم صبحتني وصلت عن طفحين الدار خصني بقاش نوصل عند ليان ديالي صراحه عارفين في واحد الفارطو نتوما عارفين امهات اللي كتقيلوا برا ولا كتمشيو تخدموا ملي كتكونوا داخل الدار شوفوا وليداتكم كتكون عندكم واحد الحراره واحد الفارطو سبحان الله واحد الحراره لداخل. المهم ان شاء الله يا ربي اذا قدرت نسجل لكم شنو شريت اليوم هو هذاك، ما قدرتش نشرح الصحيح غدا نسجل لكم ونشد معكم بلوك.
ودابا صباح الصباح قلت غنوريكم داغين على السرير شنو شريت من اندورا. اول حاجه كنحمق على كيندر بوينو بيات حمقني ديت هاد الباكيه هذيك يجيو فيها 8 ب 6 يورو شي حاجه ستابيان. من بعد ديت هاد غايتاس هادو شوفوا كيجيو ببيان معمر بالكراميل من الداخل ومبرد بالشوكولاته كحل. هادو جاوا بحال بيسكوت شيتوس معمر من داخل بواحد الكريمه دبينيه ومن برا هي كريمه بلانكا. جيب جوج باكيات عاود. ومن بعد جبت هاد اللويحات هادو جبرتهم بايورو 75. شوفوا هاد اللويحات هادو مزيون هكذا الملاح رمضان ما عارفه رمضان قرب البنات. اذا بقى لكم رمضان قرب رمضان قرب توصل ان شاء الله يا ربي. والاسامه اللي بداها كما كتشوفوا ما قدرش يصبر بصح صاصه جبت له شي اكله. جبت له هاد طابليطه ديال شوكولاتي نيغرو معمره بالمندراس وراه هو كيعجبو بزاف الشوكولاته كحل هيدا كيفضل الشوكولاته كحل على السقاطه. ولين ديت له هاد البيجاما هادي اللي كنحاول نوريكم شوفوا ها هي الفوضويه يا ربي. بونو هي بيجاما ديال انتر تيمبو صراحه عجبتني تديرها مزيون في السروال ديالها هذا واش هذا راه ابيض. هذه بيجاما عندها الجبده هنايا كما كتشوفوا كامل جباده صراحه مزيانه على سبعيه صغارين حوايجها تقدر بلي الجبده ملي يديروا مرجان حسن. وحتى لهنا وصل لهذا البلوك ومع هذا الطبيعه نشد معكم هذا الفيديو هذا. كنتمنى ربي نكون جات خفيفه وظريفه على قلبكم يكون عجبكم تكونوا قدرتوا تستافدوا. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم في امان.